السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية والتي نبدأها بأبرز الأحداث الجارية على الساحة الليبية، حيث أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين عبد العزيز الجعفري يوم الأربعاء العثور على مقبرة جريرة بالمشروع الزراعي في مدينة ترهونة. أضاف الجعفري في تصريح للتناصح أن فريق إدارة البحث عن الرفات انتشل جثة واحدة من المقبرة الجريرة، موضحا أنها مدفونة بشكل عشوائي. أصدرت حكومة الوحدة الوطنية يوم الثلاثاء قرارا بحل المؤسسة الليبية للإعلام وإعفاء رئيسها محمد بعيو من مهامه. أوضحت الحكومة في بيانها أنه تم نقل تبعية القنوات التابعة للمؤسسة إلى جهات أخرى حسب محتواها، كما أكدت الحكومة أنها ستشكل لجنة تتولى تنسيب العاملين بالجهة المنحلة وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء وصول الشحنة الثانية من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا، وبينت الوزارة على صفحتها أنه جرى إيداع الشحنة التي تحتوي على 1100 جرعة بمخازن جهاز الإمداد الطبي في مدينة طرابلس، مضيفة أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قام بسحب عينات من الشحنة لإخضاعها للتحاليل المخبرية قبل الإفراج عنها واستخدامها. هذا ويشار إلى أن مخازن وزارة الصحة تسلمت في شهر أبريل الماضي أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي بما يتجاوز 100,000 جرعة. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم الثلاثاء عبد الحميد دبيبة تعليماته وبصفة عاجلة لوزارة الصحة بإرسال فريق طبي متخصص في العزل لدعم مستشفى شويرف. جاء ذلك استجابة للكتاب العاجل من عميد البلدية بشأن تزويد البلدية باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا. وشدد دبيبة على ضرورة إحالة الحالات الحرجة المصابة بالفيروس إلى مراكز العزل القريبة من بلدية شويرف. استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوم الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق 12 عالما وداعية من أبناء مصر. الاتحاد في بيانه حمل القضاة والجهات المعنية مسؤولية تبعات هذا الحكم الجائر أمام الله تعالى ثم أمام التاريخ، معتبرا أنه حكم سياسي لم يلتزم بالمعايير القانونية المطلوبة التي تحقق العدالة وتكفلها القوانين الدولية. نناقش في هذه الحلقة مستقبل الإعلام الليبي بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وسأطرح عدة تساؤلات لضيوف الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. بعد إصدار ديوان المحاسبة أكثر من مرة قرارا يقضي بإيقاف محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا ينص على حل المؤسسة الليبية للإعلام. قرار الحكومة نص أيضا على نقل تبعية 10 مؤسسات وقنوات وإذاعات كانت تابعة للمؤسسة إلى جهات أخرى كمجلس الوزراء وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى دار الإفتاء ومؤسسات أخرى تابعة للدولة. ومنذ أن أصدر السراج قراراً عين بموجبه بعيو رئيساً لمؤسسة الإعلام في سبتمبر الماضي، لاقى القرار رفضاً من قبل عدة جهات رسمية وشعبية بسبب عدم المهنية العملية عنده وأيديولوجيته المتقلبة وطريقة تعيينه. فقد أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق بياناً يؤكد أن تعيين بعيو
مديرا لمؤسسة الإعلام غير قانوني بسبب انفراد السراج بقرار تعيينه، مطالبة في الوقت ذاته بتصحيح الوضع القانوني للقرار، والذي اعتبرته قرارا باطلا بطلانا مطلقا. وشهدت فترة تولي بعيو لرئاسة مؤسسة الإعلام عددا من القرارات التي أثارت جدلا كبيرا بين المؤسسات الإعلامية وموظفي قطاع الإعلام، منها إنشاء شركة خاصة مجهولة التبعية تدير القنوات الإعلامية، والتعدي على صلاحيات القنوات التابعة للدولة بحسب ما أكده بيان سابق لقناة ليبيا الرياضية، ناهيك عن تهم الاختلاس والتعدي على المال العام الذي أكده كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، بالإضافة إلى شكاوى وإضراب واحتجاجات عدة مرات من قبل الموظفين التابعين للمؤسسة بسبب ممارسات بعيو ضد وسائل الإعلام والإعلاميين وموظفي المؤسسة. ويرى عدد من الإعلاميين والمدونين أن حل المؤسسة وتحرير المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة من هيمنة بعيو أحد الأذرع البارزة في قطاع الإعلام بالنظام السابق سيزيد من فرص التطوير والتنافس بين القنوات الليبية بشكل ملحوظ، وسيعطي مجالا أكبر لحرية الإعلام. أفتح حلقة النقاش وأرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والصحفي والمحلل السياسي عصام الزبير. سيد عصام أرحب بك. أهلا وسهلا بك وكل من يتابع هذه القناة والعاملين فيها، وإن شاء الله حتى المشاهدين يناموا معنا بحلقة متميزة وتكون فيها استفادة وإنارة لهم. نعم، وكذلك عبر سكايب الإعلامي والصحفي نبيل السكني. سيد نبيل أرحب بك. اهلا بك واهلا بكادر قناه التناصح وبالاستاذ الفاضل الصديق عصام زبير. نعم، فيما سيلتحق بنا لاحقا عبر الهاتف او عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي بدر شنيبه، وكذلك ايضا عبر الهاتف الصحفيه سعاد اسوحلي. ارحب بكم جميعا ضيوفي. ابدا معك بداية سيد عصام، يعني القرار الأخير لحكومة الوحدة الوطنية بشأن حل المؤسسة الليبية للإعلام، كيف ترى هذا القرار؟ أولا أحيي ضيفك نبيل السكني وكل الضيوف الآخرين الذين سيلحقون بنا، وطبعا كلهم أصدقاء وزملاء مهنة حقيقة أقولها بصراحة ومتميزين، والذي يجب أن يكونوا هم مشان ضمن وزارة الإعلام، والتي يجب أن يكونوا على رأسها حقيقة، لأن هؤلاء قدموا وأعطوا الإعلام الليبي كثير من كثير من الأشياء حقيقة اللي أنارت الإعلام الليبي وعملت على تطويره، خاصة وأنهم حقيقة كانوا متواجدين وليس كانوا بعيدين عن سلك الإعلام كما يتحدث البعض الآن، البعض الذي لا يقوم في بأي عمل إعلامي إنما كان خرج في مقابل أو شيء يعتقد بأنه إعلامي، وهذا ما أربك المشهد الإعلامي الذي هو موجود الآن. الذين يتواجدون أغلبهم غير مؤهلين إعلاميا، قد يكون الأمر واضح للبعض أن هؤلاء إعلاميا لكنهم في الحقيقة تبطأوا هذا المجال وأصبحوا فيه. هذا القرار الذي أتى أخيرا حقيقة ليس المهم هو القرار، المهم ماذا بعد القرار. هذا القرار قد يكون ينصف الإعلاميين بعض الإعلاميين ويثني على جهود الذين يعني قاموا بالعديد من الأمور التي هي تعتبر ساعدت في تطوير العمل الإعلامي وساعدت في إظهار العمل الإعلامي ولم يكن لهم وجود وطمسوا، ويظهر حقيقة أن الأمر بالنسبة للإعلام عند الدولة الليبية هو عمل زائد لا مجال له إلا بإظهار بعض الشخصيات التي يرون أن لها يعني في نظرهم هم وجود أو أن لها تأثير بالرغم أن لا وجود لتأثير لها. الحقيقة يجب أن تكون ماذا بعد هذا المشهد، من هو الذي سيتقلد وكيف ستكون الإدارات التي بالقنوات. أنا أقولها بصراحة، ما رأيناه في القنوات المدة الماضية ليست قنوات دولة ليبية مرت عليها تضحيات ثورة 17 فبراير، ما رأيناه هو تطبيل لنفس المرحلة السابقة. يجب أن يكون الأمر تطبيل للشعب وليس للحكومة، ونفتح القناة نلقى فيها ماذا قدمت الحكومة، ويأتون برئيس الحكومة يقول قدمنا وقدمنا، تطلع للشارع تلقى ما فيش. هذا الخطاب خلاص عقيم، ما عادش ينفع، هذا ما عادش له وجود. هذا يفترض أن يكون الآن
الشعب هو الذي يخرج على القنوات وهو الذي يتكلم، وأن تكون القنوات أغلبها مباشرة للشعب، ويفترض أن يكون هناك يعني نخب إعلامية حقيقية لها باع ودور في الإعلام. الآن نرى حتى بعض المشاهد اللي نروها، أن بعض لم يمسك أي عمل إعلامي، ولم يقوم أي بالكتابة في الصحف ولا في الوكالات ولا له وجود، وتجده يقول لك هذا إعلامي، وتجده يقول لك أن هذا يعني لأنه موجود مثلا مدون، أو موجود مقرب للسلطة، أو مقرب لأشخاص، أو مقرب لأطراف، أو مقرب لتيارات معينة، تجده يتقلد هذا المنصب وتجده يتحدث. حتى أننا أصبحنا نرى أن الأخبار، ونرى أن بعض الأشياء تعطى لبعض الأشخاص من أجل إبرازها وإبرازهم لكي يكونوا ضمن المنهج، ويعني ضمن المشهد ويغرسوا فيه. نعم. طيب سيد نبيل، يعني هذا القرار الذي جاء من حكومة الوحدة الوطنية لحل المؤسسة الليبية للإعلام، هل ترى أن يعني إدارة القنوات التي نسبت إلى بعض الوزارات وبعضها الآخر كانت تبعيتها لرئاسة الوزراء، هل ترى هذا القرار في المكان المناسب؟ بداية، دائما عندما تخطئ الحكومة في بعض قرارات ننتقدها انتقاد بناء، وليس من باب التسفيه أو من باب المحاربة أو من باب شن حملة، ولكن وعندما تقوم ببعض القرارات الصائبة يجب أن ننوه لتلك القرارات. من القرار اليوم الحقيقة إزالة المؤسسة ليبيا الأعلام التي كان يقودها المدعو محمد بعيو أحد أدرع اللجان الثورية سابقا، قرار صائب. أنا على المستوى الشخصي والمهني أشكر سيادة الرئيس عبد الحميد البيبة على هذا القرار الجريء الذي تأخر كثيرا. أما فيما يتعلق بعملية هذه الخلطة التي حدثت في تلك القنوات، قدمنا عدة الحقيقة مقترحات حتى لا يتهمنا البعض بأن إعلامي ليبيا لم يقدموا أي تصور لنجاح الإعلام في ليبيا. هنالك صورة كاملة لدى الحكومة السابقة قدمناها، قدمنا نحن كمؤسسة ليبيا للإعلام التي أترأس أو أتشرف برئاستها كمؤسسة مجتمع المدني، القانون الإعلام الغائب تم تقديمه إلى مجلس الدولة ومجلس النواب ولحكومة الوفاق الوطني، ولكن للأسف الشديد لم يعير أي اهتمام باستثناء مجلس الدولة، وكان في ذلك قد تصدر معنا المشهد وناقش هذا القانون الأستاذ عبد الرحمن الشاطر أحد صحفي ليبيا الكبار، وأثنى على هذا المشروع. أما فيما يتعلق بتبعية بعض القنوات إلى جهة أخرى، نتفق أو نختلف، ولكن الموضوع يجب أن مثل ما تفضل أخي عصام، يجب أن تكون هنالك قناة اسم على غرار قناة البي بي سي. يعني قلنا لهم اختاروا إما القناة الوطنية أو الرسمية تكون صوت للحكومة، والقناة الأخرى تكون صوت الشعب. أما أن تكون كل القنوات للحكومات فهذا شيء غير مقبول على الإطلاق. تحويل قناة ليبيا الرياضية إلى وزارة الرياضة أو الشبابية إلى الشباب نختلف أو نتفق، ولكن ما يهمني الآن هي القنوات القديمة التي لها أسطول محترم من الـ من الـ من الـ 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 الأرضية أو من الأجهزة التي تستطيع أن تقدم بها بعض الأشياء، رغم أن حدثتها لا تتماشى مع الوضع الحالي، ولكن هنالك شيء على الأرض تستطيع كسيارات نقل، كمحطات أو استوديوهات خارج الدولة، خارج مدينة طرابلس، تستطيع أن تقدم شيء. فيما يتعلق بغياب المسؤول على قطاع الأعلام، نحن قدمنا في السابق بعض المقترحات على أن يكون مدراء القنوات هم المسؤولين على من يدير الإعلام في ليبيا. رئيس المؤسسة أو رئيس الهيئة يكون بطريقة الانتخاب أو بطريقة التدوير، كل سنة يترشح أحد لهذا المنصب. من غير المنطقي أو اللا معقول أن تأتي بشخص ليس له علاقة بالإعلام لا من قريب ولا من بعيد ويترأس هذا الجسم. من كان مترأس على سبيل المثال الجسم هو صحفي وليس له علاقة بالإعلام، إذا سألته كيف تبث الصورة أو كيف تستقبل الصورة أو كيف يخرج الصوت ليس له علاقة بهذه الخبرة على الإطلاق. عموما كون إن هذا القرار تخلصنا من شخصية كانت تريد
أن ترجع بالإعلام إلى النظام الجماهيري الأول فيما يتعلق ببعض القرارات التي صدرها وبعض التعيينات وبعض الشخوص التي أتى بهم للإعلام. يعني على سبيل المثال أتى بشخصيات ليس لها علاقة بالإدارات الفنية، هنا أتكلم ما علاقة يعني موسيقار بقيادة مؤسسة، ما علاقة موظفة حسابية مراجعة داخلية بإدارة مؤسسة كقناة تلفزيونية. عبث وحقيقة تصرفات كانت على الهوى ولم تكن طبقا للمعايير. يعني من يتقدم للمؤسسات الإعلامية يجب أن يكون هنالك تجارب نجاح، ربما نقول بأنه حتى لو كان خارج القطاع على سبيل المثال، ولكن نجاحاته وإدارته للمؤسسة قد أوضحت بأن هذا الرجل كفيل بأن يقود هذه المؤسسة. لكن للأسف الشديد ما وجدناه الآن هو تأخير الإعلام أكثر فأكثر. كان يخرج كرئيس مؤسسة في برنامج وطني في قناة وطنية يتكلم على هواء الحزب الذي كان يديره، ولا يتكلم على تأسيس دولة أو إعلام دولة أو خطاب للمواطن بقدر ما هو الحقيقة تطبيل للحكومة التي وضعته، وهنا أقصد حكومة النفاق الوطني. بعد أن كان يشتم فيها في ليلة وضحاها أصبحت هذه الحكومة من أفضل القنوات التي موجودة على هذه المعمورة. شيء مؤسف، ولكن لا أستغرب مما قادوا الإعلام في السابق وتمرسوا في رسالة الصوت الواحد يقود أو يقول هذا الكلام في السابق. نعم. طيب أعود إليك سيد عصام، يعني ذكر سيد نبيل نقطة مهمة وهي أن جميع القنوات تتبع الحكومة ولا توجد قناة يعني تخضع لسلطة الشعب. برأيك يعني كيف سيتم الرفع من مستوى الإعلام، خصوصا وأن هناك تقارير دولية تفيد بتدني مستوى الإعلام الليبي بالنسبة لحرية التعبير؟ أولا الإعلام الليبي كيف تدنى؟ خلينا واقعيين، هنشرح الموضوع بوضعي. أولا تدنى لأن البعض خرج علينا بعد ثورة 2011 حقيقة أقولها، وأصبحوا يريدون نفسهم إعلاميين وهم ليس لديهم من الإعلام أي مؤهل أو أي دراية أو أي تعامل. نحن نقولها بصراحة، عندما دخلنا لهذا المجال أنا لم أكن متخرجا من كلية ولا تخرجت من الإعلام، لكن الحمد لله اشتغلت في وكالة لوشيت بريس أكثر من 4 سنوات، اشتغلت في وكالة الأنباء الإسبانية، اشتغلت في وكالة الأنباء المغاربية الأمريكية، تقلدت هذه الأمور نتيجة لي، وكنت في صحيفة العرب اللندنية، تقلدت هذه الأمور لأنني كنت أتمرس ومن أشخاص الآن الذين دخلوا المجال الإعلامي لا يعترفون بالذين من قبلهم، وهذه الخبرة لها دور في النقل وعملية الاحتكاك بالمراسلين الدوليين وبالأغلب الصحفيين حتى الليبيين الوطنيين تعطيك خبرة. هم لا يعترفون بهذه الأمور، إنما يعترفون بصحافة التواصل الاجتماعي ويعتقدون أن هذا اللايك وهذا الإعجاب يجعل منك إعلاميا. عندما تجلس مع الأشخاص الآخرين، نحن جلسنا مع صحفيين دوليين أقولها بصراحة وليس فخرة، وتحدثنا عن المجال الليبي فكانوا يستقبلون منا وكانوا يتابعونا، حتى في عمليات الحروب كانوا يستغربون وجود الصحفيين الليبيين وهم تلا أقولها بصراحة، كانوا يتبعون الإعلام الخارجي ومتواجدين، وكانوا الصحفيين الأجانب يأخذوا منهم حتى في المعلومات لأنهم تمرسوا وتعلموا. لكن أن تأتي بآخرين ويبدأ بعد ذلك تجدهم حتى في المناصب وتجدهم يعرقلون العمل الإعلامي ولا يعرف ما هو العمل الإعلامي، وبذلك تصبح التدني موجود وهذا واضح جدا. احنا حتى المشكلة الآن في القرار أقولها بصراحة وعلى منبر التناصح أقولها، أن بعض القنوات التي هي الهداية وقناة القرآن الكريم عندما ترجع إلى الأوقاف، احنا عندنا مشكلة الآن في الأوقاف. الأوقاف ليست لليبيا، الأوقاف لمجموعة معينة، تيار معين. أنا كنت أتبع فيها الهداية، كانوا فيها من أجود القراء الليبيين، الآن بدأ فيها دروس حتى من السعوديين، الشيوخ السعوديين. والله يستغرب ذلك، هؤلاء الشيوخ بعض منهم عندهم عليهم علامات استفهام، فتاويهم كيف كانت قبل بن سلمان، فتاويهم كيف تغيرت بعد بن سلمان. أنا الآن أقولها، نحن لدينا شيوخ ولدينا مذهب مالكي نسير عليه، فلماذا الذهاب بنا إلى هذا؟ الإعلام يغير العقول،
يلعب بالعقول. يجب علينا أن نعرف أن هذا الأمر يؤثر حتى في بيئتنا ويؤثر حتى في أصالتنا. البعض يقول لك هذا دين ما يختلفش، لا فيه في وضعية الدين هذا لا 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 يتجه إلى الدين، بل يتجه إلى تيارات سياسية وانقيادات معينة، ولذلك تأثيره على المجتمع أحرف من السم الزعاف. وأقولها بصراحة، يجب أن يكون هناك لجنة تتولى هذه الأمور، وليس تتولى باسم الهيئة العامة الأوقاف التي عليها الكثير والتي يشتكي منها البعض، وقفلت مكاتبها في بعض المدن. ولذلك كيف تتولى هذا الأمر وكيف يسلم لهم هذه الأمر؟ الشبابية قد تكون للشباب، لكن لو تدفع لها الميزانيات. الرياضة يجب أن تكون لوزارة الرياضة عندما تدفع لها الميزانيات ويهتم بهم، ويجب أن تطعم بالإعلاميين الحقيقيين، الإعلاميين الذين لديهم المؤهل والخبرة لكي تنور وضعك ولكي تكون لك دور في هذا المشهد. الإعلاميين الليبيين كانوا مشهود لهم حتى في بعض البرامج، حتى في بعض النقل المباشر كانوا يتفننون فيه. كانت بعض القنوات في منظمة الوحدة الأفريقية وغيرها ينقلوا عن قنوات الليبية، عن يعني عن الليبيين كانوا ينقلوا. اسمح لي أن يعني سأعود إليك لاحقا. انتظر معي سيد نبيل حتى أرحب بضيفي عبر الهاتف، الدكتور إبراهيم الزروق، مدير إدارة البرامج بقناة ليبيا الوطنية. أرحب بك دكتور إبراهيم. مرحبا بك خير. نعم دكتور إبراهيم، يعني لو تصف لنا وضع القنوات الليبية، إبان يعني تكوين وتشكيل المؤسسة الليبية للإعلام. قصدي استطيع ان اتحدث عن قناه الوطنيه فقط، لاني كنت فيها قناه الوطنيه وكنت مدير اداره البرامج. نعم. قناه الوطنيه يعني من 2014 او 2015 يعني ماشيه للأسوأ يعني. وخاصه لما تولى السيد محمد بعي رئاسه مؤسسه الاعلام، جرد هذه القناه من كل الامكانيات، وجرد هذه القناه من كل الخبرات، وطرد جميع الخبرات اللي موجوده في القناه، وهي تعتبر القناه الام في ليبيا يعني، من ارشيفها، من خبراتها، من فنييها، من 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 كل الامكانيات اللي موجوده في هذه القناه. فسرق القناه يعني بصريح العباره، انه سرق القناه واتى لسرقه القناه واقفالها وذبحها بالمزاد العلني. نعم. طيب ماذا بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام وإرجاع القنوات وإرجاع طبيعتها لرئاسة الوزراء وللحكومة، هل تعتقد أن مستوى قناة ليبيا الوطنية بالتحديد يعني سيزيد من مستواه؟ بالتأكيد لما تكون القناة الوطنية تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة بدون وسيط أو زي ما نقول يعني السنصار، يعني السنصار اللي هو محمد بعيو اللي كان موجود في المؤسسة، يعني كانت كل الميزانية وكانت كل الإمكانيات اللي كانت موجودة تأتي للقناة يسلم فيها محمد بعيو، يتصرف فيها تصرفات شخصية، دمر القناة بالكامل يعني. نعم دكتور إبراهيم، يعني هل لديك أي رسالة تريد توجيهها للحكومة؟ الرسالة الوحيدة التي أود أن أبعثها للحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، أن تهتم بقناة الوطنية، لأن هي القناة الأم، هي القناة الأم، وهي قناة الليبيين جميعا بدون استثناء، يعني بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، فهي القناة الأم في ليبيا بأرشيفها، بفنييها، بكل ما تملك من إمكانيات. نعم شكرا لك دكتور إبراهيم على هذه المداخلة. أعود إليك سيد نبيل، يعني كما قلنا قبل قليل، حل هذه المؤسسات أو حل المؤسسة الليبية للإعلام وإرجاع تبعيتها للحكومة، هل لديك أي خلفية يعني حول آلية عمل هذه المؤسسات بعد إرجاع تبعيتها للحكومة؟ بالنسبة للإرجاعها إلى الحكومة، يعني يجب أن نتفق جميعا بأن مثل ما تفضل السيد أحمد زروق، بعد ثورة 17 فبراير لم يأتي أحد تقلد منصب الإعلام كان لديه خبرة كافية من قيادة المؤسسات التلفزيونية. يعني دائما في العالم من يقود المؤسسات التلفزيونية يجب أن تكون لديه خبرة
تجارية بالدرجة الأولى، ثم رؤية لتطوير هذه القناة. بمعنى آخر يجب أن يفكر مدير القناة في كيفية إدخال إعلانات من أجل التسويق لهذه القناة، من أجل أن تتقدم العالم كله يشتغل. عندما تشاهد قناة تلفزيونية لديها كم هائل من الدعاية والإعلان، فتعلم بأن لديها نسبة مشاهدة عالية، هذا من الشق التجاري. أما من الشق الإخباري أو السياسي، كلا حسب تخصصه. أتفق فيما تفضل به السيد عصام فيما يتعلق خطورة الموقف، يعني إحالة قناة الشبابية إلى الشباب، ربما تكون هذه القناة دافعة إلى هذه الوزارة والرياضية، إلى وزارة الرياضة تكون دافعة إلى هذا الرياضة. لكن عندما تتكلم على هيئة مسيطر عليها تيار مدخلي، وشاهدنا رئيس هذه الهيئة يستمع إلى بعض الفتاوى من ربيع المدخلي، ويتم إعطاه سلطة مثل سلطة الإعلام لكي يتم إقصاء جميع المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية من هذه القنوات، ويصبح التصدير عبر الإذاعة وعبر التلفزيون لتيار آخر دخيل على هذه الدولة. الشعب الليبي ارتضى المذهب المالكي منذ أكثر من 500 أو 700 سنة، ثم نأتي في ليلة وضحاها ونريد أن نغير هذا المذهب. سؤال: لماذا يا علماء السعودية، إذا صح فيكم هذا الكلام، وأنا أقتنع قناعة كاملة بأنهم جامية مدخلية، تريدون التغيير، ما هو العيب في المذهب المالكي الموجود في هذه الدولة؟ هل الإمام مالك إمام دار الهجرة كان عالم قصير النظر؟ هل كان هذا العالم لا يفهم مثل ما أنتم تفهمون؟ هذا العالم الذي شهد له القاصي والداني بعلمه، هذا العالم الذي ولد سنة 90 هجريا، هذا العالم الوحيد في المذاهب الأربعة المتحدث والفقيه، ما هو العيب وما هو الضير في المذهب المالكي لكي يتم استيراد فتاوى من خارج البلاد؟ عموما أتمنى ورسالة ود ورسالة محبة واسترجاع خاص، ربما ليس هذه سياستي مع السياسيين، ولكن من أجل لملمة هذا الدين، من أجل نصرة هذا الدين، من أجل نصرة المذهب السني الحقيقي المذهب المالكي، أتمنى من رئيس الحكومة إعادة النظر فيما يتعلق بقناة القرآن الكريم والهداية، وإلا إذا تم تغيير رؤساء الهيئة الأوقاف ومن يسيطرون على الأوقاف ورجوع المشايخنا العلماء من المذهب المالكي العقيدة الأشعرية، هنا ربما نتفق بأن تستمر بهذه الطريقة. أما في هذا الوضعية نتمنى من السيد رئيس الحكومة إعادة النظر في هذه القنوات، أو يتم تشكيل هيئة إعلامية يكون رؤساء هذه الهيئة مدراء العامون لهذه القنوات. غير ذلك فالموضوع خطير جدا جدا، لأن هذا التيار الآن أصبح يملك سلطة إعلامية حكومية. لدينا أكثر من 100 إذاعة على مستوى ليبيا تصدر لنا في المذهب المدخلي، وهنا الخطورة في هذا الموضوع. صمت، يعني كان من باب أولى رئيس مؤسسة ليبيا الإعلام، إذا كان هناك حق يريد أن يطور الإعلام وينظم الإعلام، كان من باب أولى إقفال هذه القنوات، كونها ليس لديها ترخيص، كونها لم تدفع الضرائب للدولة الليبية، كونها لا تتبع الكهرباء للدولة الليبية، عبارة عن مرسلات وعبارة عن أماكن موضوعة في أنحاء الدولة الليبية لا نعرف مكانها. وبعد أن ما حدث من سفك دماء بفتاوى سعودية أيدت هذا المجرم الموجود في المنطقة الشرقية، أعتقد هذا واجب أو على المخابرات والاستخبارات والأمن القومي بالعمل في المنطقة التي تسيطر عليها الآن حكومة الوحدة الوطنية إقفال تلك الإذاعات. نعم. طيب سيد عصام، يعني باعتقادك الكوادر التي تملكها القنوات الحكومية إن صح التعبير، هل بإمكان هذه الكوادر الارتقاء بالقنوات؟ دعني أقول لك، قد يكون سر أو قد يكون شيء لا يعلمه البعض والبعض الآخر لا يعلم. الصحفيين الأجانب والإعلاميين الأجانب لما يجوا لليبيا أغلبهم يشتغلوا بالكوادر اللي موجودين في القنوات الوطنية، أقولها بصراحة، من مصورين من مهندسين صوت، أغلب الآن الشركات التي تشتغل هي تشتغل بكوادر القنوات الوطنية، ولذلك أقولها بصراحة هؤلاء متميزون. ولكن مشكلتنا نحن لا نعترف بالآخر،
ما نعترف ببعضنا، بل نعترف بالأشقر ولا عيون الزرق. هذه المشكلة، مشكلة حتى الأساسية، أننا لم يرسي أي وزير إعلام أو ثقافة منذ بداية عام 2011 ثقافة حرية التعبير وثقافة حقوق الإنسان وثقافة المشاركة وثقافة الرأي الآخر وثقافة مكتسبات ثورة 17 فبراير. ولذلك ترى الناس الآن ترى هذه الأمور غريبة عنهم، لكن الحقيقة هي 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 الثقافة لابد تبي تغيير، والتغيير يبي تطوير ويبي آليات ويبي دفع أموال، لكن الحكومات لم تعبأ بذلك، وتبي ناس مؤهلة مش ناس أي ناس. لا ما تبيش نجوم، راهو نجوم بعض النجوم تجيبهم لي وتقول لي أنا بغير، زي ما يحدث الآن في بعض القنوات تأتي بنجوم وتضعهم وتقول لك هذو ما نبي نغير بهم حتى في الاتجاه، نجوم كان في اتجاه آخر يأتوا بهم في بعض القنوات يقول لك نبي نغير بهم باش نكسب الناس. والله كوارث. نحن الآن من إدارات القنوات التي تسيء، قنوات يفترض أن تكون إداراتها هي أدوات لها خبرة كبيرة جدا في العمل الإعلامي. أنا مثل ما تكلم أستاذ نبيل صحيح، عندما كنت صحفي وذهبت لما ذهبت إلى تركيا وكان بأمر الله غالب علي خرجت من بلدي مكرها، اشتغلت في قناة النبأ، العمل بعيد عن بعضها، صحفي بعيد عن العمل الإعلامي الإذاعي، فيه كانت فيه عملية أن هنا كيف نكتسب هذا العمل، وكان فيه بذل جهد وكان فيه يعني عملية تعلم، وهذا مش عيب، لكن حق فرق بين العمل الصحفي بين العمل الإعلامي. لما تجي لي صحفي تقول له مثلا بدي برنامج ما يعتقدش، لانه هو بين الصحفيين اغلبهم يتعامل مع القلم والورقه ويتعامل مع الخبر ومصادر الخبر لكن باش يتعامل مع المايك والاضاءه ويتعامل مع الاخراج ويتعامل مع الشيء هذا ما يبي درايه. ولذلك عندما يوضع الناس الذي يجب ان يوضعوا ناس مهنيين لهم علم بهذا العمل ودرايه ولهم خبره فيه حتى نكتسب بذلك قنوات لها وجود. اقول شيء اخر، عندما كنا مراسلين لقنوات دوليه وكنا في بعض الاحيان لا نتحصل على الاخبار، نقول قالت وكاله الانباء الليبيه، قالت قناه الوطنيه، كان هذا يعتبر مصدر رسمي لان صوت الحكومه. الآن الحكومة بدون صوت الحكومة لم تهتم بقنواتها ولا وكالتها الأنباء، فكيف ستجد لها صوت؟ والغريب عندما يأتي صحفي ويتولى الأمر يزيد من الأمر سوء. لا بد أن تهتم بهذه الدعايم، هذه الدعايم هي أساس دولة، أساس الدولة راهو مش غير الأمن والتعليم والصحة، حتى الإعلام يعتبر من أساس الدولة. شوف أنت الحرب اللي قامت تو على طرابلس والهجوم هذا المدعي هذا الطاغي هذا العزوز الخرف قاتل بالإعلام أكثر ما قاتل بالحرب بالصواريخ والأخ إلى الآن، حتى الإعلام مازال ضعيف. المقابر الجماعية لو صارت في دولتين تشوف سن الصيفة، الألغام التي قتلت الناس، المدارس التي دمرت، المخازن الكتب، مؤسسات الدولة، نزوح الناس، نزوح حتى الشرق، أهلنا في الشرق ونزوح أهلنا في درنا، حتى الدواعش مازال منسوبين لنا نحن المنطقة الغربية ونحن من حارب الدواعش، ومن فتح لهم الطريق وأيدهم لن يحارب، بل يعتبر هو الذي يحارب الإرهاب ويحارب التطرف الديني ويحارب دواعش. هذا ضعف إعلامي. نعم. ولذلك يجب الاهتمام بالإعلام. نعم. طيب أرحب بضيفتي عبر الهاتف الصحفية سعاد السويحلي. سيدة سعاد مرحبا بك. أهلا أخي الفاضل، تحية طيبة لك ولضيوف الحلقة ولكل المشاهدين. نعم. تحية طيبة. نعم سيدة سعاد، يعني بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام هناك من يقول أن بعيو ما زالت لديه أدرع داخل قنوات الدولة أو حتى شركات تابعة له تدير القنوات الليبية، كيف تعلقين على ذلك؟ إن كانت لديه أدرع ستقطع وستختفي كما اختفى قرار تنصيبه وقرار الذي تم على أساسه تأسيس المؤسسة الليبية للإعلام التي حدثت حاليا وحدث لها ما نتمناه جميعا الصحفيين الليبيين. كذلك نتمنى أن يصدر قرار تنصيبه أيضا لأن القرار الحالي الذي أطرحنا جميعا في رقم 116 هو بشأن تأسيس مؤسسة أخرى بديلة عن الأولى أراها أكثر حرية وأكثر إعطاء لحق الصحفي الليبي. إذا كان في قرار من الإنشاء أتمنى أن يكون هناك قريبا قرار 116
لتوفير الشخص المناسب، وهذا نتمنى ان يكون وفق افتخار مطلوب وعشق الشارع. لاحظنا ان القرار الاول تقريبا يحل نهايه طبعا كان القرار الذي يصير هو تاخذ عينه. نتمنى وبسرعه تنقذنا دولتنا الحبيبه ورئاستنا الحاليه من قراراته ومن ادراكه. حسنا بالنسبه لقراراتها من ادراك تفتتي وتفتتي عندما يكون من يتنصب هذه المؤسسه يكون شخص وبهمته وهمه كل الاعضاء سيتحقق النجاح باذن الله تعالى وسنكون حقيقيين بهذا القرار. نعم. طيب أعتذر منك سيد نبيل، دعني أرحب بالكاتب والصحفي بدر شنيبة. سيد بدر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدينك الأعزاء. نعم. طيب يعني بعد اتهام ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة لبعيب الاختلاس والتعدي على حسابات المؤسسة والقنوات التابعة له، هل تعتقد أن يتخذ أو تتخذ الحكومة حياله إجراءات لمحاسبته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دعني اعبر عن 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 رايي في موضوع القرار. هو قرار جاء لحل مشكل ولكن سيخلق ازمه في المستقبل. يعني الكل ساعد بازاله السيد محمد بيعيو من رئاسه المؤسسه الليبيه للاعلام، ولكن قرار حل هذه المؤسسة وتوزيع قنواتها أو القنوات التابعة لها وحل بعض القنوات إلى الوزارات المختلفة والقطاعات المختلفة هو سيحدث أزمة كبيرة في قطاع الإعلام. فما يريده الصحفيين أو أغلب الصحفيين، دعني أقول أن لا أتكلم عن جميع الصحفيين، كانوا يريدون مؤسسة ليبية تشرف عن كل القطاع الحكومي ولديها القدرة على بناء القدرات والتدريب، وكان الخلاف حول رئاسة هذه المؤسسة وآلية إدارتها، وكان المصحفيين أغلبهم يطالبون بمجلس إدارة ويعني وأسلوب أو لائحة داخلية منظمة تمنع سيطرة شخص أو تيار معين على المؤسسة الليبية للإعلام. وكان أيضا هناك مأخذ على ضم وكالة الأنباء الليبية لهذه المؤسسة، كون أن الوكالة تأسست بقرار من مجلس الوزراء وهي غير تابعة ولا يمكن يعني بقانون عفوا ولا يمكن يعني ضمها إلا بقانون آخر مؤسس. وبالتالي السيد عبد الحميد دبيبة أخذ توجه آخر وهو بإرضاء جميع الأطراف. يبدو أنه واجه مشكلة أو يعني ضغوط بعدم إقالة السيد محمد بعيو، فالتجأ إلى مخرج قانوني وهو بحل المؤسسة ليبقى السيد محمد بعيو حتى اللحظة رئيسا للتلفزيون الليبي أو قناة الوطنية، كونه هو من كلف نفسه عندما كان رئيسا للمؤسسة. وبالتالي هذه القوانين أو هذه القرارات قد يفهم منها أنها هي حل أزمة، ولكن قد تخلق مشاكل، لأننا ما نسعى له هو إعلام للتوعية وليس إعلام تابع للقطاعات. الآن قناة الشبابية هي قناة شبه ميتة، يراد لها الآن تفعيلها، سيتم صرف عليها ميزانيات وإخراجها من جديد، ولكن في نفس الوقت تم حل قناة تلفزيون ليبيا أو قناة مصراتة سابقا والتي كانت منبرا وقلاها دور كبير في توصيل المعلومة، أيضا حل مركز الليبي لتطوير الإعلام، أيضا هذا مركز له تحته عدة موظفين، وبالتالي هذا القرار سيخلق فائض ملاك وظيفي لتعجز كافة القنوات الأخرى عن استيعابه. لكن يا سيد بدر هذه الجهات التي انحلت وأغلقت كوادرها الوظيفية ستوجه إلى جهات أخرى حسب القرار. صحيح، هي كل القنوات الأخرى هذه التي تحدثنا عنها، الهداية، راديو وقرآن الكريم، قناة الشبابية، قناة ليبيا الرياضية، قناة الوطنية، قناة الرسمية، لديها عجز وفائض كبير من الموظفين، يراد حل مشكلتهم. الآن يضاف لهذه المشكلة مشكلة المراكز التي تم حلها. ايضا كما تفضل ضيفيك الكريمين نبيل وعصام، استاذ عصام واستاذ نبيل، هناك مشكله القنوات الدينيه. الان الهيئه العامه للاوقاف والشؤون الاسلاميه هي لا زالت
منقسمة إلى قسمين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. من سيستلم راديو أو إذاعة القرآن الكريم المسموعة؟ هناك أيضا قطاع الإعلام في المنطقة الشرقية والذي كان تابعا لحكومة التثنين، التلفزيون الليبي، وهناك ليبيا إخبارية أخرى هناك، وهناك قنوات أخرى. من سيتحكم فيها؟ كان الأمل أن يصدر قرار بتعديل رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام وتعديل إدارتها عبر مجلس للأمناء، وضم القنوات الموجودة في شرق البلاد تحت هذه المؤسسة، وبالتالي الانطلاق لتوحيد قطاع الإعلام وتطويره. الآن هذا القرار قسم الإعلام على القطاعات والوزارات، وبالتالي الوزراء الآن سيخضعون للضغوط لتعيين المدراء، وقد يخضعون للمحاصصة، وبالتالي تضيع البوصلة. الآن سؤالك، عودة لسؤالك بالنسبة لمستقبل السيد محمد بعيو، أعتقد أنه الآن سيواجه القضاء الذي تهرب منه، أيضا سيواجه التهم التي ألقاها عليه ديوان المحاسبة وتهرب منها وذهب إلى ديوان المحاسبة في الشرق هروبا من هذا الواجب، وبالتالي الآن سيجد نفسه أمام العدالة، والقضاء هو الفيصل والذي سيحكم بتهم الاختلاس عليه. نعم. طيب سيد نبيل، يعني ما المطلوب من الإعلاميين لكي يطوروا ويرفعوا من مستوى الإعلام في ليبيا؟ الحقيقة أريد أن أعرج على ما تفضل به سيد عصام الزبير في عندما كنت مدير المكتب التنفيذي في حكومة المرحوم الكيب رحمة الله عليه وسائر المسلمين. كان هنالك برنامج على قناة البي بي سي اسمه ساعة على الحساب. هذا البرنامج كان يبث من لندن، ولكن كان هنالك تجربة أن تم تقديم هذا البرنامج من المغرب، ثم انتقل إلى الجزائر في حلقة، ثم حلقة أخرى في تونس، ثم حلقة أخرى في طرابلس. هذا الكلام من مخرج هذا البرنامج إلي أنا شخصيا قالها بالحرف الواحد، إن شباب ليبيا قال لي أنا من تونس وليس لي ما أي نفع في هذا الموضوع. بعد أن انتهت الحلقة قال بأن الشباب الذين لديكم في تلك الفترة في قناتي الرسمية لديهم نسبة من الذكاء في التقاط المعلومة بشكل سريع، وانسجمت بالعمل معهم، وهنالك اختلاف كبير جدا بين عملي في هذا البرنامج في تونس والجزائر والمغرب، وأشاد بقدرات الشباب الليبي رغم وقف التدريب لتلك الفئة من الشباب. أذكر لك على سبيل المثال، يعني فترة الاتحاد الإذاعات العربية الموجود في تونس، ليبيا كانت تدفع في الرسوم عن طريق جامعة الدول العربية لهذه المؤسسة. السنة الماضية سنة 2019 80 شخص من تونس تدربوا، وعلى مستوى ليبيا لا أحد. فترة حكم القذافي التي طالت كان هنالك 1.5 مليون مرصود إلى التدريب، يعني التدريب مدفوع الثمن والإقامة مدفوع الثمن، على الدولة الليبية أن تدفع التذاكر فقط لا غير. لم يستفيدوا قناة ليبيا الوطنية من هذه البرامج ربما على أصابع اليد الواحدة أتكلم، فهذه من ضمن الكوارث الكبيرة التي حدثت. أما فيما يتعلق بسؤالك إذا صح لو تكرمت بإعادته بعد ذلك، قلت لك ما المطلوب من الإعلاميين لكي يطوروا من مستوى ويرفعوا من مستوى الإعلام في ليبيا؟ ما يحتاجه الليبيين هو التدريب المستمر. يجب أن تكون السياسة التدريبية للإعلاميين في ليبيا على جميع المستويات، حتى الأجهزة اليد المساعدة، تكلم على المخرجين، على الجرافيك، على المونتاج. يجب العملية التدريبية في قطاع الإعلام لا تقف نهائيا، كون مجال الاعلام مرتبط ارتباط وثيق بالتكنولوجيا. يعني على سبيل المثال الان كان هنالك نظام الاتش دي، اصبح نظام الفور كي، نفس الشيء الكاميرات. يعني مثلا على سبيل المثال الاخوه الزملاء في قناه ليبيا الوطنيه لم يستخدموا نظام الاتش دي حتى هذه اللحظه. من غير المعقول، مثل ما تفضل السيد الزروق، من غير المعقول ان القناه الحكوميه سواء كانت الرسميه او الوطنية حتى هذه اللحظة تبث بالطريقة او عن طريق الاس دي وليس الاتش دي، يعني القنوات الاخرى وصلوا للفور كي، وما زال هنالك نظام اخر ربما بعد سنة اخرى سوف يخرج. فالحقيقة شيء مؤسف للغاية. اتمنى ان ينظروا الى سلطة الاعلام، الى هذه القوة، مثل ما تفضل او عرج السيد عصام. نعم. اثناء حرب المجرم حافتر على ليبيا
لولا القنوات الخاصة ولولا الإعلاميين الذين يشتغلون في القناة الخاصة لكان إعلام حفتر قد حرق أو أكل اليابس بما فيه على سبيل الأخضر واليابس، يعني على سبيل المثال لولا قناة التناصح والبانوراما وليبيا الأحرار وقناة الوطن من التي كانت تبث من تونس والأسفين للأسف الشديد قفلت، وقناة تلفزيون ليبيا هذه القنوات التلفزيونية وفبراير هذه القنوات الحقيقة لولا هذه القنوات لكان الإعلام الموجود التابع لحفتر بدعم إماراتي قوي لكان سيطر على عقول الليبيين المتواجدين أو الموجودين في المنطقة الغربية، يعني كانت قنواتهم تبث بأن حفتر قد دخل منطقة بوسليم، يعني وربما إذا دخل حفتر كنا نحن أهل الإعلام أول من يتم القبض عليهم وإيداعهم في السجون. فوجه الرسالة وللأسف الشديد حتى في تلك الفترة السيد السابق للحكومة السيد فايز السراج بعد أن انتهت هذه الحرب لم يعي اهتماما إلى الإعلام الحكومي مرة أخرى. فبهذه المناسبة الحقيقة يجب أن أقدم وأرفع القبة احتراما وتقديرا إلى قناة التناصح وفبراير وليبيا الأحرار وبانوراما والوطن وكوادرها بمدراها الذين الحقيقة كانوا في الموعد في تلك الحرب المشهورة. شكرا لك سيد نبيل. نعم قبل أن أعود إليك سيد عصام أعود إليك سيد بدر، يعني الإعلام الليبي إلى أين بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام في اعتقادك؟ أعتقد أن القطاع الحكومي أو القطاع التابع للحكومة سيواجه مصاعب عدة كون أن الميزانيات الآن ستختلف والميزانية العامة لم يتم التوافق عليها، وبالتالي سيواجه مشاكل إدارية ومشاكل مالية للنهوض من جديد خاصة مع الآن التبعيات الجديدة للوزارات، وبالتالي سيثقل كاهل تلك الوزارات وسيخضع لعدة مشاكل إدارية حتى يستقر أمره. وبالتالي الآن الأمر مسألة هل سيبقى الإعلام الآن الحكومي مستمرا في العمل ومنتظم أو لا، وأيضا مدى قدرة رئاسة الوزراء، لأن الآن لديها أعتقد 4 جهات تابعة لها هي الهيئة العامة للصحافة والقناة الوطنية وأيضا وكالة الأنباء الليبية، بالتالي هذه الأشياء ستتشهد مشاكل إدارية كون أن رئاسة الوزراء لديها هم أخرى قد لا تستطيع التفرغ لهذه الأجسام. أيضا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، القطاع الخاص أيضا هناك مشكلة في تنظيمه وعدم وجود أي هيئة للرقابة على هذه القنوات الخاصة. صحيح هناك قطاع خاص جيد ويعني له ممارسة يعني دور ومساهمة جيدة في توعية الرأي العام، ولكن يوجد العديد من القنوات والمواقع الإلكترونية والصحف والإذاعات المسموعة تبث برسائل خاطئة للجمهور، تحتاج إلى هيئة للرقابة وإعطاء التصريح، وبالتالي مسؤولية الحكومة الخطوة القادمة للحكومة هو تنظيم القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع العام بحيث يؤدي وظيفتها هو وظيفة التوعية وصنع الرأي العام كما ذكر الضيوف كالبي بي سي في بريطانيا وليس إعلام ناطق باسم الحكومة. نعم طيب شكرا لك سيد بدر شنيبة. أعود إليك سيدة سعاد في أقل من دقيقة لو سمحتي، يعني بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام هل في اعتقادك سنشاهد ارتقاء الإعلام الليبي في الفترة القريبة القادمة؟ نعم بالتأكيد. تمنيت لو وجه السؤال لي ماذا يريد الصحفي أو الإعلامي. طبعا نحن في احتفالية اليوم العالمي عندما تعهد عبد الحميد زريبر بأن وكالة المفاجأة بليفين. سيدة سعاد الصوت لا يصل إلي جيدا. نعم سيدة سعاد. نعم تفضلي. سألت لماذا يريد استعدامي في يدل أو بعد القرار، أقول لك إن الاحتفال باليوم العالمي للصحافة كان بالنسبة لنا يعني أكبر إنجاز لو طبق بالفعل، لأن لا في منع التضييق على الصحفيين
بناء على آرائهم أو سبب انتمائهم. يبدو أن هناك مشكلة في وصول الصوت، وأن هناك مشكلة تقنية في التواصل مع السيدة سعاد السواحلي. أعود إليك أخيرا، يبدو أن الوقت قد شارف على انتهاء. سيد عصام، المشكلة هي بعض النقاط أريد توضيحها. نعم. كانت فيه بعد ثورة 17 فبراير كان في محاولات من بعض الدول للاهتمام بالإعلام يعني وبتطويره، كانت في مساهمة من دوتش فيلا لبعض الإذاعات التي هي خاصة بالبلديات وقامت بالعديد من الدورات، نتمنى أن ترجع. كانت في حتى مساهمة من بي بي سي لبعض الوسائل الإعلام، يتمنى أن ترجع هذه تعمل على التطوير. كلام اللي تكلمت عليه مش عارف أنا على حرية الصحافة، نحن كنا في حرية الصحافة، أقولها على حكومة دبي بهذه الكلمة بالذات، حرية الصحافة كنا نحتفل كصحفيين ليبيين، أما أن يأتون بصحفيين من الخارج الذين لديهم عقدة النقص عليه من يحترم الصحفيين الليبيين، أن يأتوا إلينا بصحفيين من الجزيرة ولا من غيرها، نحن لا أقولها بصراحة، لدينا ليبيين أرقى منهم، لدينا ليبيين يعني معروفين وقد يكون لا يريدون أن يشتغلوا في الجزيرة، لكنهم معروفين وقامات لهم دور كبير، معروفين حتى على المستوى الدولي، لدينا مثلا علي شعيب، أستاذ علي شعيب، ولدينا العديد من هؤلاء، لكن يجب الاهتمام بما لدينا على أرضنا. ولذلك لا يجب أن يتم التعامل معنا على أننا دائما في نقطة الضعف وفي نقطة الدونية. وأتمنى لكل الصحفيين الليبيين أن يتجهوا الآن كيد واحدة لبناء الدولة الليبية والالتفاف مع بعضهم البعض لبناء هذه الدولة. شكرا جزيلا لك سيد عصام الزبيدي. ولا يوجد فيه أي يعني أي شيء خطير ولا شيء، الاختلاف رحمة، ونتقابل مع بعضنا في حب ليبيا وبناء ليبيا. شكرا جزيلا لك سيد عصام الزبير الصحفي والكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا سيد نبيل السوكني الصحفي والإعلامي، كنت معي عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا سيد بدر شنيبة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر خدمة سكايب. أشكرك أيضا سيدة سعاد السواحلي الصحفية، كنت معي عبر الهاتف. حتى الالتقاء بكم أعزائي المشاهدين في وقت آخر، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.